نظرية تقليل الضوضاء أو تخفيف الضجة. إيش بسموها في النويز؟ إيش؟ نويز ريدكشن. نويز ريدكشن. شايف؟ إيش معنى النويز ريدكشن؟ نحن جالسون في الغرفة، أنا يعني بديت أكتب فيها. هذه نظرية. نويز ريدكشن، تقليل الضجة، تخفيف الضوضاء أو بهالأسماء هذه، إن شاء الله بنتفق على اسم معين منها. شوف حاصل النظرية هذه. لو فرضنا أننا جالسون في الغرفة، كل واحد منا له قول ومذهب ورؤية، وأنا وأرى وإلى آخره، فلان يقول وفلان، وكلنا نتكلم مع بعض. اللي خارج الغرفة بيسمع إشي؟ هل يسمعون منا شيئا إلا النعيق والزعيق والتصاخب والتجادل ونحو ذلك؟ هيك بصير النويز، هذا نويز اسمه، أصوات متداخلة غير منسجمة لا تنبع عن شيء. أزيز اللي برا بيحكي شو هدول قاعدين بيخبصوا، إحنا قاعدين غضبانين وبنصرخ، وهذا مذهبي وأنا أقول والدليل عليك وأنت أسكت وأنا أسكت لكن اللي برا نويز. لاحظ كيف؟ إذا التهى المسلمون ببعضهم ولم يترجح قول عن قول، شوف كيف المسألة صارت، لم يظهر رجحان قول على قول بين المسلمين، بين من هم في هذه الغرفة، كلهم كانوا بمستوى واحد، ولا واحد منهم أرجح من الثاني، كل واحد صوته بعلي 3 دي بي، هذاك ب 3 دي بي، 20 دي بي ماينس كذا، بيضل نفس المستوى، إذا لن يسمع شيء في الخارج. ماشي الحال يا إخوان؟ لكن لو فرضنا إني حكيت لكم يا عمي هدوا حالكم شوي، كلكم تتكلموا بصوت واحد، مش رحين نقدر، لن نستطيع أن نتكلم ونتفق ونعرف من هو الراجح من غير الراجح. بحكي لكم هدوا حالكم شوي، اسكتوا شوي، خلينا نتكلم، شوف إيش اللي بيصير. بحكي للشيخ مبارك خلينا نتكلم أنا وياك شوي مع بعض، وإنتوا اسمعوا. بعد ذلك سيظهر في نهاية الأمر، ولو بعد وقت طويل نسبيا مش مشكلة، إنه مثلا الشيخ مبارك أرجح قولا مني، إذا أنا صوتي شوي بغطى على الأقل، يعني لا يبقى صراخي وعويلي وكذا بنفس المستوى السابق، بضل بدل ما أضل أتكلم، يعني بدل أن أتكلم بنفس الدرجة وبنفس علو الصوت بصير أسكت، كل شوي بحكي كلمة وأسكت، لأنه خلاص بيّن أنه أنا أضعف قولا من مين؟ من الشيخ مبارك. ما تفرحش كثير، هذا مثلا. بيجي الشيخ مبارك بيمسك الشيخ محمد، ماشي الحال، بيحكي له الآن دوري ودورك يا سيدي، بدنا نتكلم مع بعض نشوف من الأرجح، وهكذا. لاحظ في النهاية مش ربما يترجح 2 أو 3، لكن 2 و3 أقدر على إسماع الآخر الصوت. إذن لابد لنسمع الآخر صوت الإسلام من أن نتكلم مع بعضنا البعض بحوار مفهم، بحوار يقصد منه إيش؟ الوصول إلى الحق. لاحظ كيف؟ وهذا يستلزم الإنصاف، إذا لم نستطع الإنصاف فلن نصل إلى إيش؟ إلى إسماع صوتنا إلى الآخر. إذن لن نستطيع الكلام مع الغرب، مع المخالف، مع الآخر، إلا إذا استطعنا الكلام مع أنفسنا. لذلك لابد من المناقشة الداخلية. شفت أنا إيش نظريتي؟ لابد قبل أن نتكلم مع الغرب، لابد أني أنا أجي أتكلم مع السلفي ومع المعتزلي ومع كذا، حتى أبين لهم، يقولوا لي مين أنت حتى تتكلم، في هناك سلفي وفي شيعي وفي كذا، أقول لهم يا عمي أنا هذول صفيت حسابي معهم، ما تلتفتوا، السلفي أنا في بيني وبينه حساب وصفيته، ما في عندي مشكلة فيه، والسلفي لن يستطيع أن يعارضني في كثير من المسائل، والشيعي أنا ألزمته بكذا وكذا وكذا، ما إلكوا دخل، اتكلموا معي. لاحظ كيف المسألة؟ فبالتالي إذا ظهر نوع رجحان بين، ولو بين، خلينا نحكي 2 3، يا سيدي هذول 2 3 خليهم يتكلموا مع الآخر، والآخرين يدعموهم شوي شوي، لأنه الآن النزاع لم يبقى داخليا، صار النزاع إيش؟ مع الخارج. وهذا ما فعله من؟ بارك الله فيك. لما تكلم مع الفلاسفة ماذا قال؟ في الأول كان يرد على المجسمة والكرامية وفلان والمعتزلة، لما ظهر نوع رجحان المذهب الأشعري إيش عمل؟ ما الذي قام به الإمام الغزالي لما أراد أن يتكلم مع الفلاسفة؟ قال وأنا أجعل كلام المتكلمين كلهم إلبا واحدا عليكم، إلبا يعني كلهم مع بعض
أرد بهم عليكم، لأنكم أنتم تنكرون أصول الدين، وهؤلاء خلافنا معهم في فروع الدين. فلذلك لما الفلاسفة كانوا يعرضون الغزالي في بعض المسائل كان يقول لهم: على قول الأشاعرة أرد عليكم كذا، وعلى قول المعتزلة أقول كذا، وعلى قول الكرامية أقول كذا، فجوابكم لا يلزم أي طائفة من أهل الإسلام، وإن لزم المعتزلة لا يلزم الأشاعرة، وإن لزم الأشاعرة لا يلزم إيش الكرامية. فإذن كلامكم ليس ضروري الصحة. واضح كيف يا إخوان؟ هذه هي الحكمة التي لم يطقها هؤلاء المجسمة للأسف يعني. ومع ذلك لم يصل بالغزالي الأمر إلى تكفير، بالعكس هو أكثر واحد نادى بعدم التكفير، صح ولا لا؟ مع أنه أكثر واحد ناظر الآخرين. شوف في هذه النظرية، شو رأيك فيها النظرية هذا؟ Noise reduction، تقليل الضوضاء. لابد أولا من الكلام مع بعضنا البعض، بعدين حتى نفرغ للكلام مع الآخر، لا يكون قصدنا نطنطن، لا، كلام بالحوار بالتي هي أحسن، الإنصاف. وسيظهر هذا الرجحان سيظهر إن عاجلا أو آجلا. مجرد أنه يظهر سيظهر صوت يخاطب الغرب، لاحظ كيف الآخر، وهذا بإذن الله قريب.